اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين معاكم واخبارنا اللي تهم جمهور النادي الاهلي وجمهور الرياضه المصريه. منتخب كره السله الاول بقياده طبعا احمد مرعي، كابتن احمد مرعي المدير الفني للمنتخب وايضا المدير الفني نادي الاتحاد السكندري، بيستعد لتصفيات المنطقه الخمسه اللي هتقام في اسكندريه على صاله الاتحاد السكندري من 27 ل 29. طبعا انتوا عارفين ان في خمس لعيبه انضموا لمعسكر المنتخب: عمرو الجندي، ايهاب امين، محمد ابو النصر، حاتم البحيري، وعمر طارق. خمس لاعبين من النادي الاهلي بالاضافه طبعا للاعبين الفرق الاخرى. خليني اقول لحضراتكم ان الفريق بيعمل معسكره في اسكندريه، وطبعا زي ما انتم عارفين البطوله قربت، يعني خلاص فاضل يمكن اقل من ثلاث اسابيع او ثلاث اسابيع تقريبا على انطلاق البطوله. المنتخبات اللي معانا مين؟ المغرب واوغندا والراس الاخضر. المنتخب كده كده هيتاهل ان شاء الله. المغرب عندهم مشكله الحقيقه، منتخب المغرب مثلا عنده مشكله، النشاط متوقف بقاله سنتين، مفيش دوري في المغرب بقاله سنتين. طب ليه عندهم مشكله؟ عندهم في قضيه لحل الاتحاد، عندهم مشكله في الانتخابات، تم تجميد اللعبه، وشفنا كتير يعني على مواقع التواصل الاجتماعي اللعيبه في المغرب بيناشدوا بعوده الحياه تاني والمباريات. فالحقيقه هتلاقي منتخب المغرب بعيد شويه. نفس الكلام اوغندا، الراس الاخضر هو يمكن اقوى الفرق المشاركه. الراس الاخضر فرقه كويسه جدا في كره السله، ودائما ابدا بتوصل دور الثمانيه، دور ال 16، فهي فرقه قويه. ولكن المنتخب يعني ان شاء الله قادر يتاهل، والحقيقه المنتخب بيضم لاعبين مميزين جدا وجهاز فني كفء بقياده الكابتن احمد مرعي. كل التوفيق طبعا للمنتخب الاول لكره السله.